فكرة الائتلاف بالنسبة إلي هي فكرة مميزة، خصوصاً إنه العمل الشبابي عندنا في فلسطين هو عمل عشوائي نوعاً ما، فوجود إطار يوحد الجهود الشبابية زي الائتلاف الشبابي شجعني لإني أنضم، لأننا نشتغل على القضايا اللي بتهم الشباب الفلسطيني، خاصة تمكينهم السياسي ووصولهم إلى مراكز صنع وتنفيذ القرار. حالياً إحنا قاعدين بننفذ جلسات عبر الأجيال مع قيادات نسوية، قيادات عاملة في مؤسسات شبابية، بينقلوا لنا خبراتهم، بينصحونا أو بحطونا على أول الطريق مشان إحنا نكمل على جهودهم اللي هم عملوها، ونأخذ بخبراتهم ونصائحهم ونقدر إحنا نشتغل بشكل صحيح في الائتلاف الشبابي. طبعاً كتير مهمة، لأنه إحنا طبعاً حالياً الزمن بيختلف عن الزمن الماضي، فإنه نعرف كيف هم كانوا بيشتغلوا ونطور على الطرق اللي هم اشتغلوا عليها كتير مهم. كمان إحنا رح ننقل هاي الخبرات للشباب التانيين. بحتاج أول إشي يشتغلوا على الوعي عندهم، لأنه إحنا طول ما الشباب مش واعي بحقوقه السياسية وين هو بيقدر يوصل مش رح يقدر يوصل، فبالتالي أول إشي بنشتغل على الوعي السياسي، وبعد هيك ممكن لما يصير في عنا شباب قادر على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية العامة الفلسطينية بنقدر إحنا نشتغل على حملات ضغط ومناصرة مشان نوصل لأماكن صنع القرار. إحنا كشابات لازم إنه يكون في تفعيل للمجلس التشريعي حتى نحس بمكانتنا بالمجتمع ونعطي شو ما عنا، إحنا قادرين وبنقدر نعطي. كمان لازم إنه يكون في إجراء للانتخابات، إحنا كشابات حقنا إنه يكون حق انتخابي، نفسنا نعيش العملية الانتخابية. أنا عمري 28 سنة ولحتى الآن ما عشت العملية الانتخابية. كمان برضو احنا كشابات نفسنا انه يكون في عنا حاضنة للشابات تمكننا كسيدات انه احنا ان نمارس العمل السياسي من دون خوف، من دون ما حدا انه يتعرض لنا، ولازم نبني ثقتنا بنفسنا اكتر واكتر. هذا دور الحاضنة رح يكون المراكز الدراسات النسوية.